هل صلاة التراويح يختلف أجرها من مسجد إلى مسجد؟ ليس هناك دليل على هذا الاختلاف إلا أن التفاوت في أجر الجماعة مثل ما ورد أن صلاة الجماعة ب25 ب27 ب23. العلماء من يقول أن الفروق في الأجر مبنية على عدد المصلين، حسن صلاة الإمام، حسن تسوية الصفوف، حسن التلاوة، والله أعلم.